تسمى بورت ويف ريزوليشن من اسامه الشحات والدكتور اشرف حامد. انا احب بس اقابل اسامه لان اسامه الشحات له معزه كبيره جدا، مش عشان اصدقائه وكلام زي كده. الدكتور اسامه رجع من الخليج، شاركنا هنا في الابلكيشن وفي كل مكان بنروح فيه. الدكتور اسامه عامل بصمه كبيره جدا وراجل موهوب، موهوب في اتصال بالناس والكوميونيكيشن وعنده بركات غير عاديه. دكتور اسامه الشحات هو رئيس قسم الكلى في المستشفى الدولي، وهو نائب رئيس مكتب اطباء الكلى في الاهليه، وراجل يعني ربنا يبارك فيه ويديله الصحه. دكتور اسامه هيتكلم مع دكتور اشرف. دكتور اشرف هو ابن الرحم طبعا، هو راجل حبيبنا وموهوب برضه في مدرسه البيتوني. هيتكلموا مع بعض في البرزنتيشن، ما اعرفش هو ساعتها ازاي. واستاذنا الدكتور هيعيش ان شاء الله. اتفضل دكتور اسامه. شكرا لك سيد. طبعا الدعوه بتجيله في كل الظروف. الحقيقه الدكتور حسين دايما كل ميتنج، كل من عام 2008 كل مره يعمل تغييرات، تغييرات دوريه ويطور العمل بصوره جميله جدا. شكرا لك حسين. الحقيقه انا عايز حاجه، الحقيقه السيشن كلها اتكلمت على موضوع الفايبر بارس الاوتيزم والفيتامين دي، ودخلنا في تفاصيل زي ما الدكتور احمد دخل في تفاصيل البصر الفسيولوجي. انا هتكلم كلام مباشر وواضح جدا على موضوع الهايبر باراسايتيزم. السكنت الهايبر باراسايتيزم هل مخرج؟ هل مخرج؟ هل مخرج ان احنا بس بنعمل؟ السكنت الهايبر باراسايتيزم كومن ابلكيشن هيمودايزيس بيشن. المجوريتي اوف بيشن السكنت الهايبر باراسايتيزم كان في مانج باي ديجيتال تريتمنت فيتامين دي انالوز اند كالسيومونيوتس. In severe cases of hyperpara, medical therapy alone may be not effective. Some patients require surgical treatment in the form of paracervectomy. كلام ده كان لازم كنتوا عرفتوه في السيشن اللي احنا جايبينها في الموضوع واضح جدا. كلام اللي اتقال تاني في موضوع الانفستيجيشن زي ما قال الدكتور حسين، كله سهل كله سهل كله سهل كله سهل. بي تي اتش سهل، بس الكيتو جايد لاينز نعرف انها قالت ان لازم يكون البي تي اتش في سيتي في الاند ستيج من 3 ل 5 فولس ابو النورمال. اللي هو 70 الابر ليميت 390. كالسيا ممكن يكون عالي او هاي، نورمال او هاي. هايبر فوسفاتيميا زي الدكتوره طعام قالت، والكلام ده موضوع مهم، ده مين تريجر في القصه كلها قالت. وفيتامين دي ليفل بدا يتعمل في بانل مصر اللي بدات العالم تعمله. لكن نقطه مهمه جدا لو انتم فاكرين الكيس اللي قالها الدكتور احمد النبيه دي، ان احنا في البرايمري كيسز نو ديولوجيكال انفستيجيشن ار كوايت. ودي نقطه مهمه جدا اللي احنا عندنا ممكن نوع من الفرق اللي يعدي على بكره وهوريكم ليه. اول نقطه لو احنا خدنا القايمه سوليوشن الترا ساوند السنسيتيفيتي بتاعته من 65 ل 85% في ايه؟ في الادينوما بس. لكن في اللارج جلاند من 30 ل 90%. الريزلتس دي تكون سب اوبتيمال للبيشنت على المالتي نوديولار ثيرويد ديسيز والبيشنت الشورت شورت ثيك ميك والتوبيك جلاندز. وليه ممكن يكون بقى الالترا ساوند نفسه اللي بيوسفول ديتكتنج سيستميكلي سكان نيجاتيف او ادينومس. يبقى الالترا ساوند برضه هيلبس حاجات كتير. طب لو جينا للسيتي سكان السنسيتي بتاعته من 46 ل 87%، وممكن برضه جوز التوبيك جلاندز ان ذا شست برضه السيتي سكان برضه مش هينفع قوي. اخش الام ار اي السنسيتي بتاعته من 65 ل 80% فين؟ في الجزء الاكتوبي جلاند. لكن في الهايبر لسه برضه ما بيساعدنيش. طب السيستميك اللي هو الباراسيرويد في انواع كتير معروفه عنه برضه 85 ل 95% اكوريت لوكلايزنج ادينوما ادينوما في البرايمر هايبر بارا. طب السيستميك دي باراسيرويد في التكنيك سنسيتي 63% فين؟ في اللارج جلاند و 98% في الجزء الادينوما. مفيش تكنيك لوحده قادر يديني ويعمل الكلام ده. المشكله اللي بتحصل في مصر زمان يجي الجراح يعمل له الترا ساوند، نعمل الترا ساوند سكان، يشوف جلاند او شفت جلاند، يخش يفتح يفتح ومش شايف الجلاند دي والجلاند دي قافل وماشي. انا شفت اللي شفت اللي شفته. فبيسيب معاه بيسيب معاه. هي الباص هيقول كام جلاند في البوضي؟ من 3 ل 7. احنا عندنا من 3 ل 7 بفرق كتير جدا. من 3 ل 7 طول عمر الناس بيظهر واحد بيظهر اثنين، ما بيظهرش اكتر من كده لو عملت كل الفاسيلتي كلها. عشان كده احنا الفيرو اوبراتيف
imaging في الهايبر بارا only required only في الريدو. يعني ايه ريدو؟ يعني انا عملت العيان بارس اندوتومي وحسب عنده كرس اعمل له بقى اعمل له اللي عايزه في الحاجات دي كلها. في اصعب تكنيك بتكلم عن الدكتور ابراهيم قبل ما نقعد النهارده اللي هو السيلين بلو تيست. في سيلين بلو تيست ده تيست عباره عن اللي هو الاسترال السيلين بلو انجكشن ده امبولات للاسف مش موجوده في مصر وغاليه جدا بره. ممكن التيست ده ممكن اعمل اي في انجكشن للبودي ولو الجراح فتح بيلاقي الكرب بتاع الباوس هيرونيك دي في الكرب قدام عينيه. لو الدكتور ناجي اشتغل بره وشافه بره ممكن التيست ده كان بيتكتب مثلا في انجلترا في اوروبا وامريكا. بس في اكسبنسيف تكنيك مش موجود عندنا اصلا في مصر احنا حاولنا نجيبه ما عرفناش. النقطه الثانيه المهمه اللي قالها الدكتور احمد زكي كان اول سؤال قال يبقى احنا جاوبنا على اول سؤال موضوع الانجنج ستادس في البرايمري كيسز اللي محتاجينها اللي محتاجينها في الريدو كيسز. احنا عندنا بروتوكولات للباراسيرويد عندي هتعامل معاها ازاي؟ هدخل العيان ازاي؟ هتابع العمليه ازاي؟ الكلام ده كله انا بس هديكم البروتوكول وعاوز اركز على نقطه مهمه جدا في موضوع البروتوكولات. البروتوكول الاولاني ده بيتوقف المانجمنت. البروتوكول ده اتعمل مع الاي اس ام مع الانترناشونال سوسايتي اوف نيفرولوجي. البروتوكول ده ابروفد موجود وموجود على الويب سايت بتاع الانترناشونال سوسايتي اوف نيفرولوجي مشهور بقاله اكثر من 7 أو 8 شهور. ازاي اتعامل معاهم والبروتوكول ده محطوط بكل الديتيلز اللي حضرتك هتتخيلها محطوط بالملي جرام محطوط بالملي مول ازاي اتعامل مع العيان ازاي ديفرنت فرايتس ازاي اتكلم بالعياده ازاي تنفع اقرب القليل معاه ازاي بوست اقرب القليل معاه الكروت كل اللي حضرتك متخيله ازاي تمارس از نفروجي نفروجي او تفرم الاكلينيك كل ده موجود في البروتوكول ده. طبعا انا هسيبه انا هسيبه الدكتور حسين موجود على الفولدر عشان بدل ما انت قلت القصه ديت كل المحاضرات يا جماعه يا النهارده انا مش هروح كل الكونتنس العلميه اللي اتقالت النهارده اتحط على السايت كل وبعد اسبوع وبعد اسبوع الفيديوز اللي تبقى موجوده يعني الكورس كله موجود باور بوينتس اند فيديوز وتشوف انت في الفيديو الموقع هعمل اناونسمنت بشكل بحيث انك توصلوا وممكن وانتم موجودين معانا هنا نخش نجرب ونتكلم القصه فالبروتوكول اللي بنعمله في العيادة المرضى المجهولة في العيادة المرضى في مستشفى منصورة التنظيم بتبقى الفيجن بتبقى الشمول ده وانا سألت ده السؤال اللي كان سأله الدكتور ناجي ان احنا كنا في التحكيم ممكن ثلاث الى خمس اضعاف لكن احنا لما جينا في الدواء وشفنا المرضى لقينا مرضى عندهم البي تي اتش 3000 4000 ارقام غريبه جدا فاحنا قلنا خلينا على الليمت بتاع 1500 وما يكونش نوت ريسبونس انتوليشن اتريتمنت وهزموا جسم سيرجيكال ايفنت لان احنا كانوا الرقيب بتاعنا النقط الاول في 2003 النقط الثاني بعد الثالث الكونديشن بعد ما يفتح ثاني النقط الثاني سبيشالي ما كنتش عامل بارا سيرويد قبل كده. بنعمل لهم ده سي بي سي ده طب ده من الحقوق اللي انا كنت فعلا السي بي سي ليفر فانكشن كيدني فانكشن اي ار بوتاسيوم صوديوم فوسفور بوتاسيوم المهم جدا نعمل لهم اي تي بي تي كونسلتيشن. ليه؟ لازم يعملوا دراج سكوب تو بي شور ان تو بي كارنت انرجي نيرف شغالين. يخش العين العمليات يقول الجراح يخش واحد يروح الصوت بتاع العيان على الاقل واحد راح واحد موجود ما يروحش الاثنين مع بعض. ثاني حاجه نبدا الريليشن بين الاساس دي مصر هاف يبقى ليه فري هوت اسيشن ذا دي بيفور ذا سيرجر. نيجي بقى للنقطه يبقى احنا جاوبنا على النقطه الثانيه دلوقتي نيجي للنقطه السيرجر تكنيك ايه اللي بيستعملوه الجراحين احنا عملناه الدولي مختلف اللي كان عن اللي كان ماشي في مصر. فبدا الدكتور اشرف حامد التيم طبعا التيم ده في تيم اللي هو موجود معانا في المستوى الدولي في الجراحين الرئيسيين دكتور اشرف هيقول لنا ازاي هنستعمل اتفضل يا سعد. حاجه جميله جدا ان يبقى كل الناس موجوده مع بعض في مصر السيفير ريسورسز مع السيرفر السلام عليكم. انا هتكلم عن هاي بابا سير هنبدا الاول بالبوزيشننج بتاع البيشنت كان في اول من البيشنت اوقات في السباين بوزيشن النيك بتبقى اكستندد الارمز والشوبر كلمر تراكشن السيشن بتاعنا 1 سنتيمتر بلوك الريكويد باكج حوالي 5 سنتيمتر ممكن يكون اكثر من كده في الشوت نيك وفي الاوبي سبيشن. نفتح
كانوا بنخش في السطح اللي زي ما بيقولوا ده اسكر فيه من 6 اب لغايه ال من 6 اب لغايه البيشيب اوف سيرك كوتج وكان لغايه السرعه سن النص بعد كده بنفتح الميرلاين هو الانفستنج لاير اوف ذا نيك بنعمل اللاترال فاكشن للستراب مصر ونبدا بعد كده في خطوه مهمه نعمل ديليفري للسيرفر كلان بنعمل سيكشن لغايه مصر في فيرتيكال فاشن اللي هو البيستنج لاير الاصابه بيعدي تحت الرقيه وبيوصل لغايه البيت اوف ذا سكال بيعمل طبقه اللي هو الكورد تشيس وبعد كده بنعمل اكسبوجر كمان انجل لايف عشان ما نعملوش انجلي من عند الفيديو سجل جوب لغايه ما بيخش الريس تحت الكيتوسيرويد مصر بنعمل بعد كده بنعمل دليفري كامل بنعمل نفس كده السيرو جراند كان يعني بنبدا بعد كده نعمل ايدنتيفيكيشن للباراسيرويد جراند الباراسيرويد جراند عندنا السبير باراسيرويد جراند دي نازله من الفورس بريكنج بتنزل في شورت جيرني لغايه المنفصل الاكسجين بتاعها اللي هو غالبا ما بيتغيرش بين الابر سيرد والميد سيرد اوف ذا سيرد اوف سيرد جراند الامبيريال بار سيرد جراند بتبقى من السيرد فرانك باوش نازله مع السايمس بتاخد منه جيرن شويه فالبوزيشن بتاعها ممكن بيتغير ما بيبقاش ثابت زي السيرد اللي بيبقى 60% موجوده في اللي هو الفول بتاع ممكن تكون موجودة في السيرو سايمك ليجامنت مع السايمس نفسها ممكن تكون موجودة في الانتيميك سباينال ممكن تكون موجودة في البروت تشيس او البروت تشيس او انترا سيس انترا سايرو جنب مساكن دول البوزيشنز اللي ممكن تلاقي فيهم الباراسيرس ممكن كمان نعرف شكل الجنان ازاي البارسا يقول لك بقى له شكاوي في الفرق في بقى في الفرق عن الفرق نفسه عن الفرق شو تبقى في عندي ايش تبقى الهاندلنج للبارسا يقول لك في كذا عملها موفيس في السيرفس بتاعها على فاين ريدوس الموجود على السيرفس لها ريليشن الريدوس في الريجن ده الفيلور الفيلور فرص الممكنة تبقى انتيريور للكرنت لارنجن نير بتكتب حاجة والسكيلور تبقى بستيريور بعد ما بنشيل الجنان بنقفل الهيلز فرص الممكنة وناخد حوالي يعني 50 ملي جرام او يعني حوالي اقل من 5 ملي ونعملها ري امبلانتيشن في السيرفو ماسكولاري المصل وبنقفل على الرينج طبعا اليوز كيس في النيسيرفو از مندري الكومبليكيشن بقى هي الكومبليكيشن بتاعت اي عمليه طبعا الريجن اللي احنا مفهومه النيرف انجن برضو اللي عندنا السيرنال الانجن نيرف انجن موجود البارت الانجن نيرف ممكن الانجن برضو ممكن يحصل تشين انجن اي اشوة حوالينا برضو ممكن يحصل لها انجن مع السكشن التراكيال والسوفيجر الثلاثي بار انا بص اقرب بقى كذا انا بقول انا بعمل على عين ازاي
عملوا شيك سيرم كالسيوم وفوسفرس وجيل فوتازيبا ديب افري 6 اور فور 2 دايز ديب افري 12 اور فور 3 دايز ديب ديب الكالسيوم انفيوجن وتشين ان دوز اكوردنج للسيرم كالسيوم بيرفكت. السيد ده ريموف البلان فور ديت باثولوجي اكزيبيت ده كي بوينت ان ما فيش حد لازم اعمل ديت باثولوجي وابعته للباثولوجيست واعرف انا شفت ايه. انا بديله مثلا السايمس وبديله خمس ست بيسز فبيقول لي انت شفت ثلاثه او شفت اربعه او احنا في عندنا في الدوري في باثولوجي جاي احنا شفنا خمسه جرام واحنا كل سرعه بنقول ثلاثه واربعه لا احنا شيل خمسه مع السايمس وزي ما كنت بتناقشوا في الحلقات السايمس بنشيلها لان بيكون عباره عن امبيدد بارت ثيرويد جرام. بنعمل تشيك للبي دي اتش بنعمل تشيك للبي دي اتش في فيرست ويك افتر ذا اوبريشن. الفول اب فريكونسي ده بتروح السن قاعد نعرف هي ازاي. اول اسبوع انا بروح البيت بعمل ويكلي ان ذا فيرست مانس افري تو ويكس ان ذا سكند مانس اند ذا ثيرد مانس ذن مانسلي. الريكوير لاب مانس البي دي اتش ذا فيرست 3 مانس ذن افري 3 مانس ويك دي سيرم كالسيوم وسيرم فوسفرس وميديكيشن تو بي ادجستد اكوردنج ذا كالسيوم ذا كالسيوم وفوسفرس ليفل. دي ستادي اتنشرت في موجوده معموله في نيويورك عن مانس سيرجن دي بنات عمل نفس التكنيك اللي احنا بنشتغل فيه هنا في المنصور الدولي عمل 14 حاله حصل على كذا صفحه كتير. احنا لما نشرنا في الجمعيه المصريه في الاسكندريه في مارس وعشرنا على التوتال بار سيرجوتومي وفوق وسلان انتاجوميتومي الاندستريال ديسيجنيشن سيكند اور اكسبيرينس عملنا 28 عيان كان حصل فيهم طول الجواز. الحقيقه كان الستيب الثاني احنا اشتغلنا الستيب الثاني احنا اشتغلنا عليها ان احنا قلنا لازم نعمل الكورس الثاني وهنعمل بروفيشنال ريبورت بتاعنا. عملنا ايه؟ قلنا احنا عندنا ترينرز هندرب الترينرز نجيب ترينرز ونجيب تريني من المنصوره ومستوى مصر وحتى من خارج مصر هندربهم. وعشان كده عيد تاني كلام تاني ان احنا عملنا البروتوكول بتاع الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا برضه ده منشور على الاي اس ان منشور بنفس الكلام الكورس فاكولتي والاوبجيكتيفز اوف ذا كورس وكل حاجه منشوره. وكان اللي لازم بس عاوز اركز على نقطه مهمه جدا. احنا كنا في دبي الاسبوع اللي فات من 10 ايام وقابلت الدكتور ديفيد هاريس اللي هو الرئيس السيني تشيف بروجرام والدكتور محمد بلان اللي هو التشيف شابتر اوف الاي اس ان ان افريكا وكل الكلام والدسكشن هاو تو موف هاو تو وورك ان البروجرام ان ايجيبت اند ميدل ايست. الحقيقه لما قعدوا نصحونا كانت نصيحه واضحه جدا قالوا يا جماعه بلاش تركزوا في المنصوره عن الـ عن الـ عن الكورس اتحركوا ان انتوا في المنصوره بقى عندكم تريمرز عندنا خمسه تريمرز في المنصوره واحد في الجامعه الدكتور احمد لطفي واربعه في المنصوره الدولي وهتسيبوا مصر كلها المدينه كلها اتحركوا للناس احسن. كان لما هم بقى ركزوا على النقطه المهمه في البروجيكت اللي عملناها التريننج ايفن training even can be held in other centers in Egypt and also in the other emerging countries after approval of the ISM as a president of the Hall of Fame in the line of ISM principle and the procedure including the Declaration of Istanbul. الكلام ده واضح قال لك احنا بدأنا نتحرك هتروح فين وهتعمل ازاي؟ ايه الانستيتيوت اللي انت هتروحه؟ وايه السلسله اللي موجوده فين؟ هتتحرك ازاي؟ واحنا اتفقنا على كده ووافقنا على كده وعشان كده الكورس بتاع ناس على 90% هيتحرك بره المنصوره فور ذيس ريزون فور ذيس ريزون. الاوبجيكتيفز بتاعتنا احنا بدأنا نتحرك عملنا امتحانات جديده انت هاو شو اور اكسبيرينس في التوتال بارس هيرتوسمي وكورس ترانسبلانتيشن في البارس هيرول جلان اند ثيرميكولي. احنا اشتغلنا دلوقتي توتال 40 حاله. انضم بيض التوتال بارس هيرتوسمي فمعقود ترانسبلانتيشن بقالنا سنه ونص شغالين في هذا الموضوع. البيشن ده احنا طلعناه من ديفيد بتاع بيتش اعلى من 1500 وما عملناش لهم اي سكان ولا اي ميديكال ديسيجن خالص. وبعدين عملنا لهم المعادلات بتاعتنا وكانت اول وظيفه سكاتاتي. 40 حاله منهم 15 في ميل و25 ميل كلهم على ايمو دايسيس. الديوشن اكسبرس فاليو 8.9 ييرز. ده بص ده السيرم بي اتش بري اوبرتيف كان مور اولموست 500. بوست اوبرتيف كان 97 زي الدكتور برنامج ما قال ان احنا برضه لازم نكون ننتبه لنقطه مهمه جدا تو افويد الايروناميك بون ديسيز بوست اوبرتيف وده موضوع مهم جدا. الكالسيوم بتاعنا كان العيانين كان 2.1 بري اوبرتيف بوست اوبرتيف كان افريج 7.8 ده الليفل بتاع الكالسيوم ويدل من هوسبيتاليزيشن. العيانين كان
اثناء وجودهم في المستشفى كان كسر العظم جدا اللي هو بعد 48 ساعه من السيرجري مع انهم اعتزلوا الفيوجن من 8.2 وكانوا بيروحوا على ليفل 7 على ليفل 7.7 الاسره سمحت لهم 5.8 بري اوبرتيف الافر 3.1 بوست اوبرتيف او الكومبليكيشنز اللي حصلت معانا حصل كذا ثلاث حالات كبير نيرف انجري انا كنت بتكلم عن تاني النهارده ولا مش نيرف انجري ده مصدر كونكشن للنيرف لانه هو ده راح يسكت النيرف بس حصل فصوص وفويس لكن رجع تاني حصل سيندروم واير انسيرشن حصل ايه نور حصل نيموسورس وفي مشكله بتقابلنا في البراكتيكال بوينت اوف فيو ان العينين فعلا عندهم دراع سي فيستولا فالدراع التاني دايما بنحط فيه الكونسنتريشن بتاع الكاسيت فيوجن وضغط المسامبلز احنا قلنا الاناسيزيا حطينا سيرفر لاين لكن في بعض الاحيان ما بنقدرش نحط فحصل صوم فلورايتس في خمس حالات من الحالات دول. الكونكلوجن بتاعنا ان اول ابتدى دومستريت الكارجي ريزالتس في التريتمنت اوف ديد سيموري ديسيز البريبوراتيف كونكلوجن سموك اسينشال اكسبت ان ريدو كيسز وذ سنسيتيفيتي اوف فيلر سيرجي ان ذات از ماتش ماتش بيتر. اللي انا عاوز اقوله تاني المهم تاني في القصه كلها اللي حصل في المنصوره الاولي سام حاجه كبيره جدا ان عندنا كان ميكس بين الصراحين جينريشنز المختلفه بين النفرولوجيز اللي احنا عمليات جينريشنز مختلفه وده كان ايضا هاو تو ديل والمالتي ديسيبلينري جيم. وشكرا جزيلا. يعني انا عارف معظم الموجودين طبعا هم مش جراحين بس هو هيهمنا حاجه عشان بس ايه الحاجه دي بالنسبه لنا احنا كجراحه. ايوه هو زي ما قلت عيان الريزن واحنا بنشتغل هي اهم حاجه هي الاستيميليشن اوف ذا يعني الفكره فيها ازاي اي فيديو هتشوفه مثلا ان هو فيه ادينوما وداخل بيشيلها وخلاص لا ده هو الاستيميليشن اوف ذا نيك زي ما شفنا جوه الاستراتيجيز العمليه اللي هو فيه ثلاث طيب معروضه ان هو هل انا هشيل الاربعه جراند كلهم واعمل فوتو ترانسفير مونتيشن زي ما هو مكتوب او هشيل ثلاثه ونص واسيب نص هيلسي مثلا جزء. فالحقيقه ان احنا البروتوكول اللي اتبعناه هو البروتوكول اللي انا بعد بشيل الاربعه جراند يعني توتال فارسايتيتري وبعمل ري امبلانتيشن تاني زي ما الدكتور اشرف قال ان هو ري امبلانتيشن وبعمل لاند مارك عليها بعمل ليه اللاند مارك اللي انا بعملها دي عشان ربما يحصل هايبر باراسايتيزم تاني في الجزء اللي انا عملته له امبلانتيشن يبقى ايزي قوي ان انا اخش على الاسترو ماستويد واعمل ريموفال للجلاند لو حصل فيها هايبر ايزي دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هو في الاوبرتيف ديز طبعا هي ما تعلمتوش يعني كلها لكن هو في نقطه واحده من اهم حاجه ان البلين ان انا بفتح البلينز عشان اعمل اكسبلوريشن اوف ذا نيك زي الدكتور اشرف قال ان انا ببقى مثلا جايب الترابيه ميديال بقدر احرك الميديال سايد بتاع الكاروتي تشيز بقدر اعمل اكسبلوريشن فروم ذا بيز اوف ذا سكال لغايه تحت بنزل في السوبر ميديال سايد ده يعتبر اكسبلوريشن وبشيل الساينس جلاند كمان عشان لو فيها اي باراسايرويد تشيز تمام. في نقطة بس هو يعني كنا اتكلمنا فيها مع الدكتور أسامة اللي هو حتة الباراس هرمون إن إحنا إن شاء الله يعني هو إن إحنا نعمل التحديد اللي هو البيز لاين وبعد العملية قد إيه والكلام ده على أساس إن إحنا برضه يعني نبقى مور بيتر للريزلت يعني إن شاء الله. وإحنا إحنا كنا في الديفينيشن بتاع الريكورنس كنا قلنا كنا حصل بينا منهم حالات كيف نعمل ريكارنس في الراس الاول. اي نعمل العمليه انت اول ريكارنس اتفقنا كارت لاين لو البي دي اتش مور ذان 350 يبقى ريكارنس. عشان كده هو مهم لما يكون احنا في السيليتر ان احنا نسمي من العيان اللي بعتها للبي دي اتش. البي دي اتش لو نزل 2000 ونزل مثلا نزل 150 او 200 وسط قطر لا يحصل ريكارنس. كل الديتا اللي دكتور ناجي احنا شفناها ما بتعديش ال 30 في اول اسبوع. بعد كده بنعمل الصوره هو الاسيتوايون والكالسيوم بيبدا البي تي اتش يعلى وبنسيبه في الليفل ب 150 ل 350 ومن هنا. مش عارف انا شفت حاله الكارنس ثلاث مرات. صحيح الاختيار مش معمول عند الدكتور لكن هي لا ما عملناش احنا ما عملناش ولا حاله لدوب ولا حاله لدوب
عندنا بنستفيد بدايه من الفرصه اللي جايه ونحط نسبه الفلتس بتاعته ان احنا نبدا نشتغل بالريموت. الريموت بتكون ناجح في المتوسط هو اللي بيتحكم فيه. الجوار على فكره ان يخش على الريموت. لان كلها سلسله خاصه بالريموت. عشان كده احنا قلنا في الريموت هنعمل حاجتين. هنعمل الانجن السادس عشان نحدد ونخش نشتغل اللي هو شايفه. النقطه الثانيه ان احنا بنحاول نجيب ميسيجن بروم ريتشن من اون سايد. نشوف اي حد في الكامبر سبونسرنج الموضوع ده. ويجيب السنوم من بره عشان موضوع الموضوع الموضوع مسد. وعلى فكره السكسس ريت في البنوك مور ذان 50%. احنا الكرنس عندنا في الكيسز 3 من 40 حوالي 7.5%. لكن في البنوك لن يتعدى السكسس اكثر من 50%. في اي حالات فيلز يعني في فيلير الانجريز البي دي اتش ما تجيش خالص عندنا لا نسبه كلهم نسبه قالوا نسبه مثلا هو شايف قدامه في راح شايف قدامه ثلاثه بس. لا احنا اتفقنا كده في البروتوكول، انت شفت ثلاثه شايف ثلاثه بس، اكيد في حاجه كده انت شايفها. طب لو شاف خمسه او شاف اربعه بيشيل الخمسه وبيسيب حته صغيره هو او بياخد حته صغيره ويعرضها عندنا ويحطها في دستور المصنع. في حاله من المحلات كان شال الثلاثه او شال الاربعه وحاطين واحده ده واحد من الخمس. والبيت شايله 850. فبيبدأ انت بأشهر تخيل عملت تاني وشاهد الحته الموجوده اللي هي كانت اجراءات في الستيب المصطلح، لكن الستيب برضه عامل دعم التوب اكيد دعم التوب جراند موجوده صمونات وحتى لوك لاف وحتى لوك فور. جراند بيطلعها ثاني بعد العمليه يعني الانفليشن نفسه ممكن يخلي الجراند ما تشتغلش لمده اسبوع او اثنين بعد لا طبعا ما هو عشان كده اسمع طبعا بتقعد قبل يصلح السوبرزيشن لازم تبص الله حتى ما يبقى لها 24 كده انا طبعا حلاوه جت وقال لك انا هحطها في الزمن احنا متعودين بره في الخليج نحطها في فوق اول فدلوقتي انا هحطها في الاسطول المصطلح خليج بس الاورجنايزيشن دي اكتر من الفوق اول فتشتغل كده بدري على الفوق اول. بيشنت 1000 واخد ميديكال تريتمنت في النوتر ماشي. لا طبعا لا احنا جاي تحت القناه لان احنا عندنا يوز بيج امير نمبر. انا
في عيب من بنها وتوصل طبعا عدونا من بنها كان البي اتش بتاعه 950 يعني اللي عنده ريزيستنت هايبرفوسفاتيميا ديسبايت اوف جلاسيس عملناه فاهم قصدي ايه؟ انت عندك حط الكباتيريا بتاعتك مش عارف الامتحانات اتغيرت هو فشل ده اللي كان بيقول لي طبعا حساب على ان البيشنس اللي فات اللي فوق ال 1500 جرام ده مستحيل يتظبط ميكانيكال بريك خالص فوصلت له نقطه بقى ضعيفه جدا سواء سكندري او تيرشري سواء سكندري او تيرشري هو في نقطه برضه جت الاسم حقيقه يعني طب الحاجة الثانية معلش الميديكال تريتمنت تديله تشانس كام شهر؟ شوف احنا كل العيانين اللي عملناهم وطبعا الميديكال تريتمنت معاهم كل فورم حتى السنجاب سبت انا معرض الحاجات اللي بشتري سنجاب على حسابي والعينين عشان نديله فرصه بعد المعرض الحاليان المريض انقرض السيرجري ففي دكتور يقول لك انا كنت قريب من يوم خدت ريتمنت ولو فيت من السيرجري الجواب اوكي هو ده اللي يوم سنجاب عيان ما فيت الجراحه او ريفيوز يعمل الجراحه يبقى ساعتها لكن في فرق اللايف يحتاج على فرصه ما تعرفش ليها اللي هي تاهات من الجهاز والمجد اي اسئله يا جماعه اتفضل فريد عايز لو عيان عنده الابيليتي ان هو ياخد 2 في 3 من ورا وياخد الاجيلي ينزل فيه فورترس والبي دي اتش 1500 وعنده الابيليتي يعمل احسن بارا سيريتمي ولا لا حتى لو معاه الابيليتي ان هو ياخد 2 في 3 بس هو البيدي كان في دلوقتي مقبول لما يكون العيان سيرشكال او فيت او هو اللي موافق على الجراحه اه يا اما ريفيوزنج جراحه يا اما ساعه تخدير بيقول ما اقدرش اعمله واعمله ولا فيش يا الجراح بيقول لك ما اعرفش اعمله ايه بقى ده اللايف ميديكال تريتمنت اختار تديله الميديكال تريتمنت لكن هو لو هو موافق على الجراحه ده الاولاني الاساس بتاع الانجري بتاع اكثر لا هو الحقيقه طبعا
بريتشنج ميديكال اسيس. انا في نهايه اليوم ده طبعا بنشكر وبنحيي تاني فريق الرحيم في المستشفى الدولي، سواء الاستاذ الدكتور ابراهيم اللي شاركنا في الدسكشن الجميله وحضرتك في العرض اللي قلته، وطبعا العرض اللي طبعا ايه معروف يعني حتى كان سمعت قبل كده يقول لك ده اللي راح بيشتغل ما بيتكلمش. فهو انت رايحين في شغل احنا احنا اللي سكر شايفين جدا وتهنيت وعملت على طول في المستشفى الدولي وكان الاستاذ الشحات على العرض الرائع اللي عمله معاه. الناس في عقد رسمي خلاص خلاص بكره ان شاء الله اذا عشنا لسه بقول اذا كنت فريق يعني الساعه 9 الصبح احنا عندنا في جلد ورا العمل الناس متقسمه A وB وC. انا حتى لو انا سينيور انا شايف الناس معظمها سينيور في المباراه دي وعدد الناس الصغيرين اللي هو الصغيرين قليل حتى لو سينيور بص برضه عندنا جدول معمول ان في A وB وC تمام؟ فاليوم الثلاث هتبص على اليوم بتاعك، يوم الثلاث مجموعه A هيبقى مكانها هتمر في وحده الغسيل اللي موجوده في مجمع عيادات الجهاد في شارع الجهاله عيادات مركز الكلى مبنى مميز قدام مستشفى الرمض او الطوارئ. هيبقى جروب A يوم الثلاث اللي هو بكره هتبقى بتمر والمرور هيبقى مقسم الى معظمه هيبقى دارس يعني المرور على العينين وتشوف الفاسيلتي وتشوف الفرق بين هنا وبين عندك وتناقش مع الدكاتره فيها فايده برضه حتى لو انت سنجل وعارف كل شيء. المجموعه دي دي هتبقى هنا مش كده اسامه؟ المجموعه دي هنا اوضه الدرس هنا قدام الريسبشن هيبقى دكتور اسامه الشحات هو هيبقى المايسترو. هيبقى في تو تيمز، تيم الصبح من 9 ل 11 في بريك من 11 ل 11 ونص في الكافيتيريا، وبعد كده من 11 ونص ل 1 ونص بعد الغداء هيبقى في شغل تاني. الشغل اللي قبل البريك هيبقى بي تي، هيبقى في مانيكانز وحاجات زي كده وفي شرح عن البي تي كموداليتي ايه اللي دخل البي تي في اللي هو مدارس عشان نشوف الفروقات ونتناقش مع الناس اللي موجودين ولا في ابليكانت ابليكيتورز وحاجات زي كده. وبعد البريك من 11 ونص ل 1 ونص هيبقى سكوب كده السمك، فهيبقى برضه وش كويس ان احنا نتناقش ونشوف الحاجات دي. مجموعه سي هتبقى برضه في مجمع عيادات في الجهاد. مجمع عيادات في الدور الثالث في الجهاد واحد بس في الدور الثاني. ده مدرج بياخد 80 دكتور وهيبقى الجزء الصباحي من 9 ل 11 هيبقى نيوتريشن ومن 11 ونص او يعني ممكن يبدلوا مع بعض على حسب ظروفهم يعني الفقره هتبقى نيوتريشن والفقره الثانيه انفكشن كنترول وميديكيشن سيفتي. فانا اتمنى لكم يعني وارجوكم تستحملونا وقت الكورس احنا مش المنصوره طبعا ما فيش مفهوم صحيح. فاكيد اللي جاي جاي عشان يتفاعل لو انت شايف البرنامج اللي انت فيه ده مش يعني انت خلاص معديه تبقى فرصه تتعرف على الدكاتره اشوف ناس عاوز تتكلم بتوع النيورولوجي ماشي عاوز تشوف الفاسيلتي اللي هنا ايه عاوز تسال ناس في الكونسلتيشن عندك حالات عاوز تعرضها يستفيد من الوقت بتاعك. وبعد ما نخلص الواحده ونص اتنين ونص غدا وبعدين هيبقى يوم حفل المحاضرات بكره. وانا اتمنى لكم اقامه سعيده في المقصود. شكرا.